بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شركات مستحضرات التجميل أدركت مؤخرا القيمة الكبيرة لزهرة الكركديه، أزهار الكركديه، فبدأت هذه الشركات في استعمال المواد الملونة المستخلصة من زهرة الكركديه كبديل للألوان الكيميائية الضارة، سواء في صبغات الشعر أو أحمر الشفاه أو حتى شامبوهات الشعر للشعر المصبوغ أو كذلك لأنواع الصابون. فيديو اليوم سيكون عن صابونة الكركديه. من أهم فوائدها أنها مهدئة ومرطبة طبيعية لبشرتك، تعمل على تقليل التجاعيد والخطوط الرفيعة، كذلك تساهم في تبييض البشرة وتفتيح لونها، كذلك تعمل على مكافحة الكلف، تعطيك كذلك تعطيك كذلك لون جميل لبشرتك، معناه اللون الوردي للبشرة، توريد الخدود، كذلك تعمل على علاج بعض الأمراض الجلدية كالإكزيما، وهي رائعة جدا لذوات البشرة الدهنية وكذلك الجافة، لأن الكركديه مرطب طبيعي للبشرة بسبب خصائصه القابضة والمرطبة. كذلك يحتوي الكركديه على مادة صمغية تعالج الطفح الجلدي، رائعة جدا هذه الصابونة لعلاج حب الشباب. كذلك البقع الداكنة في بشرتك تحسن البشرة، تشد الجلد، وكذلك هذه الزهرة تستخدم طبعا كمصنع للبوتوكس، لأنها تحتوي على تأثير نوع البوتوكس الطبيعي القوي، وهي تعالج تقضي على خلايا الجلد الميتة، وكذلك تعمل على نضارة البشرة. نحتاج في هذه الوصفة إلى زهرة الكركديه. زهرة الكركديه نحتاج لملعقة طعام كبيرة منها، نضعها لتغلي على النار في كوب من الماء، وبعدها نتحصل على عصير الكركديه، نصفيه، تغلي على النار طبعا لمدة 5 دقائق، وبعدها خذي أي نوع صابون يناسبك أنت. في حالة استخدام صابونة دوف، ضاعفي المقادير حتى تتماسك الصابونة معك، لأن صابونة دوف طبعا هي ربعها كريم مرطب، أو صابونة الزيتون أو الجليسرين، أو حتى صابونة ديرموفيفا بخشب الصندل، رائعة جدا لتفتيح البشرة. أي نوع صابون يناسبك أنت استخدميه في هذه الوصفة. قلت نأخذ ملعقة طعام من مبشور الصابون، نبشريه ناعم بهذا الشكل حتى يذوب الصابون في فترة قصيرة. ضعي الصابون المبشور على الكوب من عصير الكركديه على نار هادئة مع التقليب المستمر. لدي بعض الأفكار. خذي أنواع الصابون التي نستخدمها في الوصفات، أبشريها ناعم بهذا الشكل، ضعيها عندك في علب تكون أنيقة في البيت، احتفظي بها مثلا في غرفة النوم أو في الحمام أو أي مكان عندك، يسهل عليك استخدامها عند تحضير أي ماسك أو وصفة من وصفاتنا الطبيعية. بعد أن يذوب الصابون في عصير الكركديه، نضعه في قوالب تكون من السيليكون أو أي نوع قوالب عندك في البيت، أفرغيه مباشرة وهو ساخن في القوالب، أتركيه حتى يجف، وبعدها استخدمي هذه الصابونة لغسل بشرة وجهك وحتى الجسم، رائعة جدا ومناسبة لجميع أنواع البشرة، تناسب حتى الحوامل، المرضعات، الأطفال الصغار، وحتى الرجال يمكنهم استخدامها وبكل أمان.
هذه الوصفة يمكن عمل كميات كبيرة وحفظها بعلب ووضعها بالمجمد صالحة الاستخدام لمدة سنة كاملة. فقط أرجو استخدام صوابين صغيرة الحجم للاستعمال الواحد مثل هذه. بالأخير لا تنسوا الاشتراك بالقناة وعمل إعجاب للفيديو، طبعا إن لا إعجابكم. وبالأخير أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.